أول شيء إن قبل ما نطلب شنو النظام الإداري بتاعه وشنو عناصر لا إحنا ما فيش إيه تلقى التمريض متواجد مخلص. على الأرض هل تقديم الخدمة هل هي قلة الإمكانيات عند المراكز والوحدات ولا هذا بالنسبة للخدمات الصحية في الوحدات الصحية معدومة تحت طبعا اليوم مستضيفين ورشة عمل حول كيفية تطوير الخدمات الصحية تناولت العديد من المحاور اللي هي معنية بكيفية تطوير الخدمات الصحية والقصور في أداء الخدمات الصحية وكل ما له علاقة بالمواطن وتقديم الخدمة للمواطن. والحمد لله يعني كان النقاش بناء وكان فيه يعني فيه حماس حتى لمحاور مناقشة محاور هذين اعتبار هذا مس المواطن بالدرجة الأولى. في مستشفى قروي، مستشفى قروي كثافة سكانية فوق 10,000 نسمة، هي زي هذين أبدا من غير مدرسة. جي منطقة زي منطقة الشرق قولي. هي نعطيهم دورة من دورة بحيث أن نطورة باش يجيب لي نفس آخر. هذه مرت علينا زمان في المرحلة الماضية فهي لها كبيرة. المشكلة داخل المستشفى انتهت اني ما قعدتش في المسؤولية. طبعا خرجنا في النهاية بعدة توصيات افترضتنا ان شاء الله يعني تكون مسموعة عند المسؤولين في اللي مش محتاج منا الا بعض الاجراءات الادارية في اللي محتاج منا الى اجراءات تنظيمية داخل وحداتنا ومراكزنا ومش محتاجة اكثر من هيك يعني في الخلل اداري الخلل متابعة ورقابة وهذه كلها يرد مردودا كلها على العملية الإدارية داخل المرافق. في الوقت شهادة ما عندش خبرة أصلا في الموضوع.